مثل محاربين العديد من حكايا البطولة ترويها إنجازاتهم بلغة التحدي والإصرار. هنا في مسابقة المحارب الدولية وبين ثنايا هذه الجبال قصة أبطال يستحضرون غياب أبطال للفوز بالوفاء. لم تحضر صورة وائل وطاهر ومالك أو ذكراهم في هواتف فريق الحرس الملكي الخاص فحسب، فالموت الذي غيب ثلاثتهم عن مشاركة فريقهم لهذا العام بمسابقة المحارب الدولية لم يغيب ذكرهم أو ذكر حصولهم على مراكز متقدمة في النسخة الماضية من المسابقة. آخر مسابقة كانت لنا بال 2018-2019 جبنا فيها المركز الأول عربياً والمركز الثاني على مستوى العالم. احنا كان عندنا جهد واحد اللي هو دائما انه الجهد اللي بنبذله احنا انه نرفع اسم المملكه الاردنيه الهاشميه عاليا ونرفع اسم الحرس الملكي ومجموعه الامن الخاص. الان صار عندنا جهدين، الجهد الاول حكيت لك اياه والجهد الثاني عن ارواح الثلاثه اللي توفوا معنا طاهر ووائل ومالك في تاريخ 11/10/2019، تاريخ ما راح انا انساه ولا فريق الحرس الملكي كامل ولا المملكه الاردنيه كامل راح تنسى التاريخ هذا. مات في افضل ثلاث في عندنا في مجموعه الامن الخاص، ولكن ولله الحمد احنا فايتين بقوة المرة هاي عشان نحقق الهدف الأول رفع اسم المملكة الأردنية الهاشمية وحتى نريح زملائنا اللي توفوا. هنا حيث وفاء الرجال للرجال، ومع بدء فعاليات المسابقة في اليوم الثاني يستعد نحو 40 فريقا مشاركا من دول مختلفة للبدء بأولى الفعاليات التي تحمل اسم الانتقام، ولعل هذا الاسم سيروق لمن يريد الفوز باللقب وسيروق أكثر لمن أراد الحفاظ عليه. إن شاء الله راح نفوز ونهدي الفوز إن شاء الله لقائد المملكة وقائد الوطن وللشعب جميعا. تعني المسابقة هاي بال 2019 فقدنا ثلاث مشتركين من الفريق بحادث السير وتوفوا رحمة الله عليهم من الفريق الأساسي. بإذن الله النقطة الثانية من مشاركتنا للعام هذا أنه نتمم مسيرتهم اللي هم كانوا حابين يوصلوا لها. تحمل الفرق على عاتقها هدف الفوز في الانتقام، فضلاً عن حمل كل فرد منهم لأكثر من 20 كيلوغراماً ليسير بها مسافة تتجاوز 10 كيلومترات بوقت محدد، إضافة إلى مهمة الفريق. الغرض من هذه الفعالية اختبار قدرة الفرق على الملاحة باستخدام الخارطة فقط ومقارنتها على الأرض. لم يعد الفوز وإكمال مسيرة وائل وطاهر ومالك هدف فريق الحرس الملكي فحسب، بل امتد ليشمل فرق الجيش العربي المشاركة كلها، فبذلوا ما بذلوه لبلوغ المجد، وكان الفوز حليفهم منذ اليوم الأول ليؤكدوا أن لذة النصر والراحة لا تنال بالراحة. أنس الحياري، المملكة، عمان.